مرحبا حياكم الله محبين حسابات الديحاني، صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ما شاء الله تبارك الرحمن، عرضي لكم اليوم تيذر الطول 14، القاعدة 14 بيبي، صنع المجدوعي. ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا تواير جدد، شاصي 1 14، درود جانبية كذلك، شبك، محل سبيرات، باب بالجانب في الخلف، قسام على براغي لف، تبي تخليه تخليه، تبي تشيله تشيله، تبي تخليه غرفة للراعي، له باب مع الجنب الثاني من هناك. راح أكمل لكم جنبه من يمين. زي ما ذكرت لكم في المقطع السابق، الطول 14 والقاعدة بي بي 14. ما شاء الله تبارك الرحمن، طبعا الجنب منه فيه درجين، كذلك محل سبير، كذلك محل شب للأغراض، الجنب الثاني ثلاجة ومطبخ، كذلك باب جانبي قدام. التسكيرة هذه اللي قدام تقدر تفكها براغي، تقدر تحطها لهالحلال للرعيان قدام. تواير جدد، نسافة صك، دروج جانبية، هذه دعميته بالخلف، طبعا ما عليه طربال، اللي بياخذ يفصل له طربال. راح أحط لكم رقم التواصل الإخوان اللي على التفتف، سنابنا موجود في البايو.